شنو ممكن تقول لنا اليوم على هذا الدراسة؟ هذا اليوم بالنسبة لي شيء مزيان، المحمية غادي يكون فيها مصلحة عامة إن شاء الله للقشرة. الله يشفي وجهك. تلك المحمية إن شاء الله غادي يكون فيها واحد المنفعة للمنطقة، والمحمية راها غادي توفر لي ريسورس ديال الحوت باش يبقى التواجد ديالو على مدار السنة. شنو هاد المحمية فين كتشد؟ المحمية على حسب الخبراء اللي جاو كيقولوا تبدا من الجزيرة حتى الكلي والكلي في الجنوب ديال أكلو. شنو ما شنو هما لي زيسبيس اللي ممكن يتسمح فيهم يصيدوا، ولا شنو اللي منعتهم من هاد؟ هو دابا هما دابا دراسات أولية، وجمعوا الناس المهنيين وحددوا لي زيسبيس اللي الذنوب اللي عندها قيمة، وهذا العلمي راه غادي يشوف الدراسة ديالو باش يشوف لي بيريود ديال الوضع ديال هذا البيض، من بعد غادي يحددوا لي بيريود اللي غادي يكون فيهم راحة بيولوجية والمناطق اللي غادي يكون فيها الصيد ممنوع بصفة يعني. وهاد المحمية هذه واش غتكون عندها شي نتائج إيجابية في النظر ديالكم ولا لا؟ هو غادي تكون عندها نتائج إيجابية إلا ما كانت على المدى المتوسط، تكون على المدى البعيد. المحمية ما غاديش تعطي الثمار ديالها في السنة الأولى ولا في السنة الثانية، غادي تعطيها على واحد المدة، واحد المدة إن شاء الله غادي تكون نتائج إيجابية.